بسم الله توكلنا عليك يا رب. كل واحد الله يا جماعة وكل يصلي على رسول الله. النهاردة معانا 10 ذكور يا عم وليد من العيار التقيل، معانا عجول بعدية السنة، الموازين بتعدي ال 210 والسعر ببلاش. وكل واحد الله وصلي على رسول الله وابدأ بصلاة النبي، وعايزك تمتع الناس يا عم وليد. ما شاء الله تبارك الله. متابعينا الغاليين على فيسبوك وعلى يوتيوب، بنمس عليكم من داخل مزرعة الحاج سالم أبو محمد أبو سالم. كل اللي يحضر معانا على اللايف ده كده يا جماعة ادعينا بلايك وشير ويصلي معانا على الحبيب النبي زي ما احنا معودينكم يا جماعة على الأيام والتواريخ. النهاردة الجمعة 23/2/2024، ما شاء الله ربنا يبارك يا رب للمشتري وصاحب النصيب. بسم الله تبارك الله. كله يصلي معانا على حبيب النبي كده يا جماعه، وكله يكتب معانا الصوت والصوره تمام عشان نخش معاكم في العرض بتاعنا ببركه بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحمي ويبارك يا رب. كل واحد الله كده يا جماعه. معانا النهارده معانا عرض من اعلى وانضف النظام زي ما احنا معودينكم، عرض السوبر، وربنا يبارك يا رب للي يكونوا من نصيبه. صل على النبي. ما شاء الله تبارك الله. 10 بهايم النهارده يا جماعه ب 10 سلالات من اعلى وانضف النظام. ناصر ابو العمده على دماغنا عم ناصر. ما شاء الله تبارك الله. مال يرضي الله يا جماعه، الفتحات النظام اعلى معدلات تحويل بفضل الله. كله يدعمنا يا جماعه كده بلايك وشير، وكله يصلي معانا على الحبيب النبي. بسم الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هنا يا جماعه في مزرعه الحاج سالم في الدكر البار السوبر فقط. بسم الله تبارك الله. عم سليمان صباح الفل يا عم وليد، ومسيلة على المتابعين الناس المحترمين. احلى مسا على شعب مصر تمك، احلى مسا على الصعيد يا وليد وسوهاج وجنة ونجح حمادي واسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزه وجميع محافظات مصر اللي بيشرفونا وبيجينا كل يوم وبيحجزوا العروض اللي دايما يا وليد بنعرضها. لله الحمد ما بنجيبش غير الذكر النظيف، الذكر اللي شبعان لبن، اللي المناعه العاليه، التحويل السريع. تمام يا عم وليد، تخصصنا هو الذكر البقر فقط لا غير. تمام يا عم وليد؟ تمام ماشي يابا. هنكون متعودين معاكم ومتعودين مع محبينا والناس المحترمين، هنفرجهم اجلي اجلي يا عم وليد. والاسعار ببلاش ما شاء الله، اسعار من تحت. معانا العمر يا عم وليد سنه وسنه وشهر. كم عجل دول يا ريس؟ دول 10 ذكوره. الموازين بتبدا يا عم وليد من 200 ل 210. ماشي يا عم وليد، وحد الله وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنوان ورقم التليفون كده الاول يا ريس. العنوان قريه عرب ابو ذكري، مركز اويسنا، محافظه المنوفيه، مزرعه الحاج سالم ابو محمد ابو سالم. رقم التليفون 012 02 02 03 01 7 1 7 3 6 1 3 6 1. احنا خدامين اي حد شرفنا يا عم وليد. الله يبارك لك يا ريس، تمتع الناس كده زي ما انت متعود. اجل اجل كده والنبي يا عم وليد. ما شاء الله، ده اول واحد معانا يا جماعه في العشره اهو. بسم الله تبارك الله يا وليد. السعر هيبهر الناس. بسم الله تبارك يعني الله. اهم حاجه في القصه السلاله والتحويل والسعر. والسعر الله يبارك لك يا ريس. الله ينور عليك يا عم سليمان. خليك معايا واحده معاك يا ريس. ده رقم واحد يا جماعه. انا حلفتكم بالنبي، حلفتكم بالجمعه الكريمه دي ان كله يعمل لايك وشير عشان كله يعرف الاسعار ماشيه ازاي. كله يا جماعه يدعمنا على قد ما يقدر يا جماعه كده. في رقبه المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا. ابو ريان بيسال على السعر، نخش معاك السعر ابو ريان. ابو ريان وكل حاجه اللي انتوا عايزينها على دماغك. نفرجك الاول يا عمده. ده اول واحد يا عم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوف النظام وشوف الوش بس يا جماعه. مال يرضي الله. شوف العمدان بتاعه الرجل وشوف النظام. مال متاسس، اسس صح واطلع زي ما انت عاوز. تعالى يابا على التاني كده كده. رقم 2 الخليط الانجليزي ده. ده الخليط الانجليزي يا وليد، العجل ده شبعان لبن، تحويله سريع، مناعته عاليه. بسم الله تبارك الله. فرز واحد. ما شاء الله. بص يابا الريح. بص الوش. بسم الله تبارك الله. شوف التلبيطه عامله ازاي يا عم وليد. يا جماعه النظام. شوف التلبيطه عامله ازاي. مال يرضي الله. بص
هو ربنا اللي عاملها كده، هي مش شطارة. نعم بالله، هات النظيف ورزقك على الله. وائل خليفه بقول لك اجدع ناس. احلى مسا عليك عم وائل. على دماغنا عم وائل وعلى دماغنا كل متابعينا المحترمين. ده رقم 2 يا جماعه اتفرجنا عليه. ده بص الثالث، شوف بص شوف ده رقم 3. بسم الله تبارك الله، ما شاء الله. يا جماعه الجلد استك، ده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالنبي في رقبتكم، اللي يشوف المال ده يعمل لايك وشير عشان ما فيش حد يستغل حد. الله يبارك لك يا ريس. كله يا جماعه ادعمنا بالله عليكم على قد ما يقدر. لو ما كنتش هتشتري حتى فشير في الخير معانا عشان السعر يوصل للناس والكل يستفيد بفضل الله. ده رقم 3 يا عم سليمان. رقم 3، شايف الريح وشايف الطلبيطه وشايف بسم الله تبارك الله، شايف العرض وشايف الضهر، مفيش اجل عندي بكرش. الله ينور عليك يا ريس. ده رقم 4، شوف الدبابه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بص يا جماعه الفتحه من ورا ازاي. بص بص بص، واحد اهم حاجه في الذكر البار يا جماعه، الفتحه العريضه والعجل الملفوف. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوف البساطه دي، افرش ونام عليه، افرش ونام عليه، مال يرضي الله يا وليدي. احنا بنجيب ونعم بالله. تمام، الاكل غالي، لازم تجيب حاجه تاكلها ب 100 تجيب معاك 150. تمام، مش حاجه تاكل ب 100 تجيب 80. لا ما تفرحش على الخشب. الله يبارك لك يا ريس. تمام، العجل الخشب لو هو معدول كان عدله صاحبه. الله يبارك لك. تمام يا عم الحاج، تسلم يا ريس. ده الرابع يا عم وليد. بسم الله ما شاء الله، ده رقم 4 يا جماعه اهو. خش على الخمسة، مال يرضي الله. خش على الخمسة ابو ريح طويل، شوف شوف الوش يا وليد. بص بص، ده رقم 5 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اي حد تاني هيلبسه دبله ويقول لك ده من بليار، ده ب 80,000. لا السعر ببلاش، خليكم معايا، السعر ما حدش هيتوقعه بكام اصلا. الله يبارك لك يا ريس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. على العرش ده يا وليد، بسم الله ما شاء الله. بص ده رقم 5 يا جماعه، بسم الله تبارك الله. الفتحه برده من ورا، دبابه ما شاء الله تبارك الله. كله يا جماعه يوحد الله معانا كده ويصلي معانا على الحبيب النبي. معلم احمد السيد رجاله سوهاج، احلى مسا عندك. بقول لك منور يا معلم سليمان. احلى مسا عليك يا ابو حميد، واحلى مسا على رجاله سوهاج. تمه وادب تمه رجاله، احلى مسا لاهل تمه ورجاله تمه كلهم على دماغك. الله يبارك لك. ده رقم كام يا عم سليمان؟ رقم كام يا عم وليد؟ ده رقم 7. ده رقم 7، بسم الله ما شاء الله. نظام يا جماعه، شوف الجلد عامل ازاي، مال يرضي الله. هات النظيف ورزقك على الله عشان حتى الناس تقول لك الله يعمر بيتك. الله يبارك لك، مش الله يخرب بيتك. بص يا جماعه، هنا في داخل مزرعه الحاج سالم، تخصص الذكر البقر فقط لا غير. بص يا بقول رقم التليفون تاني يا عم. رقم التليفون والعنوان تاني. ايه بتستعجل في رقم التليفون؟ 012 012 2 03 17 361 361. تمام يا عم وليد، الله يبارك لك يا ريس. تمام يابا، ده رقم 8 يا جماعه، برده الفاتحه من ورا معانا عامله ازاي يا جماعه، والنظام اللي خلقه ربنا. مال يرضي الله، اسس صح، اطلع زي ما انت عاوز، اطلع 500 600 700 ركع على الاساس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بص يا جماعه النظام، بص العيد لابو فتحه الجزار، اول ما بيمسك العيد يا وليد بيمسكه من الفتحه بتاعته. تمام تمام يابا، ليه؟ العجل الرفيع بيبقى بكرش. تمام. اما العريض يا عم وليد العجل تحويله سريع، ماشي، بيبقى تصفيته 60% يا عم وليد. الله يبارك لك. مش عجل رفيع بيبقى مزرور من ورا تلاقيه بيكرش معاك. تسلم يا ريس. اسس صح، علي الشربجي، علي الشيوخي بيقول لك عايز عجل جاموس يروح اسيوط. قلنا عم علي، عم رجاله اسيوط كلها على دماغي، بس انا والله يا عم علي ماليه في الجاموس، ولو انت عايز فلوس تشتري من هنا تعالى تحت امرك. الله يبارك لك. كل رجاله اسيوط معايا. السيد حجاج بيقول لك القايم بكام النهارده يا معلم سليمان؟ القايم النهارده ماشي، اللي هو التجيلي يا عم وليد ال 500 ماشي 80 75، 75 175 180. خلي ماشي يابا. تمام، تعالى كده دي الاوزان يا جماعه 500 يا عم السيد ماشي، 100 قايمة التجيلة 75 175 180. اي حد رد عليه يا وليد منير، تعليقات سلبية ايجابية رد على الناس كلها. منير العش ابو كرمة بقول لك دمياط بتمس عليك يا معلم سليمان. احلى مسا على دمياط على دماغي. الله يبارك لك يا ريس. تمام يا عم وليد، تمام يا عم سليمان، وعمرنا ما هنقصر باي حد. ده رقم 10 يا جماعة اهو معانا. تعالى كده عندي بالكاميرا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. العاشر ده يبقى صغير شوية. لا ده العاشر ده، بص يا جماعة البهيم مال يرضي الله، ده رقم 10 اهو. بسم الله تبارك الله. بص يا والله العظيم يا وليد، اللي ياخد العشرة دول ربنا اللي يرضيه اعلى برضاه. الله يبارك لك. الحمد لله لله الحمد، الحمد لله ان احنا عروضنا ما بتقعدش اصلا. تمام، نحمد الله ما شاء الله تبارك الله ونشكر فضله، هي دي من عند الله، هي مش شطاره. الله يبارك بس لك. احنا شغلتنا ايه؟ عامل ضميرك ربنا يديلك. محمد بيك بقول لك احلى مسا على الناس الحلوه، جاي من العريش شمال سينا. احلى مسا على رجاله العريش والمساعيد ورفح وبير العب وكل رجاله العريش على دماغي يا عم. الله يبارك لك يا ريس. كل محافظه سينا يا جماعه على دماغنا، كل محافظات مصر. هنا في داخل مزرعه الحاج سالم مفتوحه،
لجميع محافظات مصر. قلنا احنا كنا يا وليد شعب مصر كله احنا اهل واحد. تمام. كلنا راجل واحد. حماده. مسيحي مسلم كلنا واحد. حماده بيسال بيقول لك السعر عشان لسه داخل. لا لسه ما قلناش السعر يا عم حماده. قلنا كل حاجه يا عم حماده. الله يبارك لك يا رئيس. رقم التليفون تاني يا عم. رقم التليفون تاني. 012 012 2 03 17 17 3 6 1 ده رقم تليفون المعلم سليمان يا جماعه. اي حد حابب اي حاجه يتواصل معانا على رقم التليفون واحنا تحت امر الجميع. يا عم احنا عمرنا ما هنزعل اي حد يا وليد. تمام. والله العظيم لو هنيجي على نفسنا ما هنزعل اي حد. حلوان إيه؟ حلوان بتمس عليك يا ريس. احلى مسا على حلوان ورجاله حلوان. تمام. الدجهليه ورجاله الدجهليه، الجيزه والغربيه والمنوفيه وجميع محافظات مصر يا عم وليد على دماغنا. رجاله تلا. احلى مسا على المنوفيه ورجاله المنوفيه على دماغ رجاله تلا الناس المحترمين. طيب انت قلت لي العشره دول اعمار كام يا ريس؟ اعمار سنه وشهر يا عم وليد. الاعمار معانا يا جماعه سنه وشهر. وبعدين سيبكم الكلام الكتير، عينيكم اللي هتوريكم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تمام يا عم وليد. تمام يا ريس. يعني اهم حاجه هات النظيف. بسم الله تبارك الله. عشان معاك تحويل سريع. ما شاء الله. مناعه عاليه. ما شاء الله. ورقم التليفون تاني وحياه النبي يا عم وليد. رقم التليفون تاني. 012 012 2 2 03 03 17 17 361 361 قريه عرب ابو ذكري مركز عويصنا محافظه المنوفيه مزرعه الحاج سالم ابو محمد ابو سالم. تمام. معانا ابراهيم ابو غنيمه بيقول لك حبل واحد ولا ايه النظام؟ انا من سوهاج. احلى مسا عليك يا عم ورجال السوهاج كلها على دماغ العشره كلهم حبل واحد سعرهم ببلاش اللي هياخدهم هياكل اعلى عيش يا وليد. وده بيقول اللي عايز منهم برضو خمسه بس يا عم سليمان. عايز خمسه يجي ياخد خمسه بس كل حاجه وليها سعرها يا عم وليد. بالله عليك تمثلي على كفر الشيخ. احلى مسا على كفر الشيخ ورجاله كفر الشيخ على دماغي. كل يا جماعه محافظات مصر على دماغنا من فوق. انا عارف المعلم سليمان لولا الملامه عايز يقعد للصبح يمسي على كل بلد وعلى كل واحد باسمه بس احنا برضه مش عايزين نكتر عشان في ناس بتزعل من طول الوقت. خش على المتابعين يا عم وليد الفضل لربنا والمتابعين. تمام. اول حاجه عمرنا ما هنزعلهم. سيبك الفلوس بتروح وتيجي. الله يبارك لك. سيبها لله. اهم حاجه حب الناس. بالعنوان العنوان تاني. العنوان قريه عرب ابو ذكري مركز اويسنا محافظة المنوفية مزرعة الحاج سالم أبو محمد أبو سالم. الله ينور عليك يا ريس. وإحنا تحت أمر الجميع وإن شاء الله السنة دي كله هيضحي وكله هياكل لحمة. اللي مطلع إشاعات ويقول لك اللحمة واللحمة واللحمة، لا إحنا هنضلنا وراها لغاية ما ننزلها. وهنجيب برضه أعلى استلات اللي بيقول لك إيطالي وأمريكي، مفيش أحسن من خيرنا وخير مصر يا وليد. تمام. هات العجل اللي شبعان لبن، العجل النظيف العريض، المناعة تكون بتاعته عالية، تحويله في الأكل سريع معاك. خش في السعر معايا في العشرة يا ريس. خش في السعر. خش على السلم. صلى الله عليه وسلم. بقول لك العشرة دول وافتح جميع القنوات قبل ما تجيني وانت اولى بالجنيه. تمام. يعني لو اجلي ناقص 100 جنيه انت اولى بيها. الله ينور عليك يا ريس. تمام يا عم وليد. تمام يا ريس. العشرة دول هنقول بكام؟ كام يا عم سليمان؟ ضربة جوية كده زي ما انت معودنا يا ريس. ضربة جوية في محافظة المنوفية في أسعار الجنيه. الله يبارك لك. وحد الله وصلى على رسول الله. حمادة عبد النبي بيمثل من الكويت. أحلى مسا عليك يا عم حمادة وربنا يديبك بالسلامة وما يضيع تعبك يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. كل اللي متغربين ربنا ما يضيع عليهم تعب يا رب. خش في السعر يا ريس. خش في السعر أقول لك 450 على 45 ما عندكش. أقول لك على 420 ما عندناش الكلام ده يا عم وليد. احنا ربنا الحمد لله اكسب قليل بيع كتير اكسب محبه الناس. الله ينور عليك عم سليمان. تمام يا عم وليد. تمام يا ريس. ولا ب 410 ولا ب 400 يا وليد العشره دول. ولا ب 400 ولا ب 400 العشره دول ب 385 يا عم وليد. ب 385 على 38 و500. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خليك معايا كده يا وليد. معاك يا ريس واحد واحد تاني. البابا دي 45. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عند اي حد ب 45 وب 42 لكن احنا خلي الشعب يربط خلي الناس تربط زي الاول يا وليد. وائل خضر ابو الامير بمس عليك من دبي. احلى مسا عليك يا عم وائل وربنا يجيبك بالسلامه. اللهم امين يا رب العالمين. ده رقم واحد يا جماعه اهو وده رقم اثنين ما شاء الله تبارك الله. بسم الله تبارك الله 10 بهايم يا جماعه ب 10 سلالات النظام واحد واصناف مختلفة. السوبر يا عم وليد هنا الدكر. قبل ما تفكر تشتري دكر بار لازم الأول تيجي مزرعة الحاج سالم هنا. بسم الله تبارك الله. السوبر يابا السوبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله يا جماعة ده رقم واحد أهو معانا بنفرجكم مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة كمان. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عشان تمتع الناس بس بص كده. بسم الله تبارك الله. يا جماعه بيقول لك عجول لباني بترضع والكلام ده. بص كده عندنا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم
بسم الله تبارك الله، ربنا يحمي ويبارك يا رب. ده رقم واحد. وده رقم بس، وده رقم اتنين معانا عشان الناس بس. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحمي ويبارك يا رب. تعالى كده يا عم وليد، بص النظام يا جماعه. بص بص الاكل. بسم الله ما شاء الله. بص بص ما شاء الله تبارك الله يا راجل. والله يا جماعه الحلو حلو بامانه الله، ما احنا مزعلين اي حد. الله ينور عليك. على الله بس. الله يبارك لك يا عم سليمان. ربنا اللي مدبرها من عنده، محدش عارف حاجه. ونعم بالله. بسم الله ما شاء الله، ده رقم ثلاثه يا جماعه معانا اهو. مال يرضي الله. الاساس صح تطلع زي ما انت قليل بايم يا جماعه. في ناس بتقول لك مفيش بايم بتشيل 600 و700، لا اسس صح هتطلع زي ما انت عاوز. على كده عندي. بسم الله ما شاء الله. ده الثالث اهو. ده رقم ثلاثه يا جماعه، الاكل والشرب اهو. مال يرضي الله يا جماعه، عشان في ناس يا وليد اللي بخليني اوريهم كل حاجه. في ناس في الكويت بتبعت لي فلوس، في ناس من الامارات بتبعت فلوس، عايز اعرفهم بيدفعوا فلوس لايه. تمام تمام، يعرفوا ان هم بيشتروا ايه. احمد صلاح ابو مروان بيقول لك الحمد لله على السلامه يا معلم سليمان. احلى مسا عليك يا عم احمد. تمام، جميل البشر كله. الله يديك الصحه يا ريس. خش على رقم اربعه كده. ده اللي بيشيل طن، ده اللي بيشيل طن. بسم الله ما شاء الله، الاساس صح يا جماعه. اساس صح تطلع زي ما انت عاوز. البهايم السليمة، الصحة السليمة، أعلى معدل تحويل، المناعة العالية، ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحمي للي هيدخله مزرعته أو بيته يا جماعة. تعالى كده، تعالى كده عندي. ده رقم أربعة أهو. تعالى كده، تعالى كده. قلت السعر كام ده يا ريس عشان لسه داخل معانا؟ قلنا السعر الـ 10 385. تمام. يعني على الواحد بـ 38 و500. الله يبارك لك يا ريس. تعالى كده يا وليد، تعالى. يا جماعة ده رقم أربعة أهو. برضه الأكل والشرب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اهو يا عم وليد. بسم الله تبارك الله، ربنا يحمي ويبارك يا رب. ده الرابع يا جماعه اهو، وده رقم خمسه ما شاء الله تبارك الله. ده الخامس يا جماعه. سفينه فتحات النظافه، النظام اللي خلقه ربنا. اربط يحيى كده، يحيى وعدي كده. بسم الله ما شاء الله، ده الخامس يا جماعه اهو. بايم سليمه ما شاء الله. رقم سته. ورا الاكل والنبي. بسم الله ما شاء الله، نفرجها يا بس ورا الناس. بسم الله تبارك الله. ده السادس يا جماعه. النت ده كله حوارات والله العظيم، في ناس بتستغل حوارات وقل الدين وبص في كل اللي، لكن احنا الحمد لله العمليه مرضيه ونحمد الله. ربنا يزيدك يا ريس. بنتفرج المتابع على اكل وعلى شرب. وفي حاجه بسم الله ما شاء الله. تمام. العيب الشرعي بعد شهر. تمام. لو اي عجل فيه عيب شرعي بعد شهر، بعد شهر بتاعي. الله ينور عليك يا ريس. اكل وشرب بعد ثلاث ايام. الله يبارك لك. عشان برضه نحافظ على الناس، والناس الناس على الله. الجنيه ما بيجيش بالساهل. محمد محمد ابو شحاته، شحاته بيقول لك مساء الفل يا معلم سليمان، ربنا يبارك. احلى مسا عليك يا عم محمد، واحلى مسا على الناس كلها. تمام تمام يا عم وليد، وعمرنا ما هنزعل اي حد. رقم التليفون. رقم التليفون 012 2 03 17 361 361. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله العرض اللي بنعرضه ما بيقعدش يا عم وليد. تمام. نحمد الله ونشكر فضله. اهم حاجه في القصه دي كلها الناس محمد. فيها اللي مكفيها، عايزه ناس تبقى في ثقه وامانه عندهم. معانا محمد عزت بيقول لي مسيل على المعلم وقول له الله يعمر بيتك. احلى مسا عليك يا عم محمد، والمزرعه مزرعتك والبيت بيتك وكل حاجه. بص احنا خدامين. المستشار محمد سرور بور سلام للمعلم سالم. احلى مسا للمستشار المعلم، المستشار على دماغي. الله يبارك لك يا ريس. كل الناس على دماغنا يا عم. بسم الله ما شاء الله، دول 10 بهايم يا جماعه هم. تعالى كده تعالى في الاكل والشرب. تعالى كده عشان بهايم هم وروا واحد ولا. بص 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 يا جماعه، بسم الله تبارك الله. والنبي توري الناس تاني. بهايم بتشرب العلف شرب يا جماعه، مش بتاكل. بسم الله تبارك الله. غير كده في اكل وفي تحويل. ابو شهد بيقول لو محتاج اثنين ينفع. تعالى يا ابو شهد، المزرعه مزرعتك، لو معكش ولا جنيه تعالى خد اللي انت عايزه. ده عشان كل متابعينك ومحبينك يا عم سليمان. كل الناس يا عم وليد احنا خدامينهم. بسم الله تبارك الله ما شاء الله، ربنا يحمي ويبارك يا رب. العنوان تاني يا وليد عشان الناس اللي داخله معانا بس بعد اذنك. انت برضه قول كرر العنوان يا وليد. العنوان تاني يا ريس، رقم التليفون برضه. قريه عرب ابو ذكري، مركز اوسنا، محافظه المنوفيه، مزرعه الحاج سالم ابو محمد ابو سالم. رقم التليفون تاني 012 2 2 03 17 361 361. يبقى احنا قلنا ال 10 بكام؟ ب 385. والله يبارك لصاحب النصيب، واحنا خدامينكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين وجمعه مباركه عليكم يا رب العالمين. الله يبارك لك يا عم سليمان، شكرا ليك يا ريس، وشكرا لكل متابعينا المحترمين اللي كانوا معانا على اللايف منورين. بنقول لكم احنا على دماغنا، وان شاء الله باذن الله دايما معاكم، نكون عند حسن ظن الجميع في كل طلباتكم وكل اللي انتم عايزينه. ما شاء الله. محمد صلاح شرف بيقول مساء الخير يا استاذ وليد، مسيلي على المعلم وقول له الله يبارك لك. على دماغ عم محمد، شكرا لكم يا جماعه على حسن الاستماع. كان معاكم اخوكم وليد ابو سالم من داخل مزرعه الحاج سالم ابو محمد ابو سالم، من قرية عرب أبو ذكري، مركز أوسنا، مع
محافظة المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل صلي على النبي.